صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا اللي بيشوفونا في كل مكان في مصر. بنرحب بيكم في آخر حلقات هذا الأسبوع من برنامجكم طابور الصباح على شاشة قناة مدرستنا 3. إن شاء الله الحلقة تكون خفيفة وتعجبكم. وطبعا برحب بزميلتي الشيك قوي النهارده مارينا. صباح الفل يا مارينا. صباح الخير يا عمر. سي يا عمر، شكرا. العفو العفو، ميرسي قوي. اهو بعملها حلوه اهو عشان بركه بتيجي تتبلى عليا. اديكم شاهدين اهو. صباح الخير عليكم جميعا، يا رب يومكم يكون جميل وصباحكم يكون مشرق. النهارده محضرين لكم حاجات كتيره قوي في الحلقه، نتمنى انها تعجبكم. نبدأ بأخبار مهمة قوي، يلا بينا نبدأ. أول خبر معانا النهاردة هو إن المجلس الأعلى للإعلام أعلن عن مسودة كود ضوابط وأخلاقيات تحت عنوان الإعلام الآمن للأطفال. طلب من خلال المسودة بعدم بث الإعلانات خلال برامج الأطفال اللي بتقل مدتها عن 30 دقيقة. من ضمن ضوابط المواد الإعلانية اللي طالب بيها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مسودة الكود إننا لازم نحترم خصوصية الأطفال اللي مش عايزين يظهروا في أي إعلان حتى لو كانوا ضمن مجموعة. من الضوابط اللي طالب بيها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كمان إن المنتجات اللي بيتم الإعلان عنها دي ما تكونش بتحتوي على مطالبات مبالغ فيها أو غير واقعية أو غير دقيقة. كمان كان من ضمن الضوابط دي عدم الإعلان عن المنتجات اللي فيها دهون وسكريات وأملاح كتير علشان الأطفال ما تبقاش عايزة تاكل من الحاجات دي من خلال برامج الأطفال اللي ليها نسب مشاهدة عالية، وإن فترات التوقف التجارية في البرامج اللي ليها نسب مشاهدة عالية من جانب الأطفال ما تزيدش عن 3 دقايق و50 ثانية. ده غير ان المجلس شدد كمان على ضرورة ان الاعلانات تحترم حقوق الاطفال وتعزز سلامتهم ورفاهيتهم. معنا كمان خبر تاني هيفرح كل الناس اللي بيحبوا الجبنة قوي زي كده. انت بتحب الجبنة يا عمر؟ بصي بحبها بصراحة. بتحب ايه؟ بتحب ايه اكتر حاجة؟ اكتر حاجة بحبها الجبنة الرومي. الجبنة الرومي. وبحب الفلامنك والشيدر والجبنة الاسطنبولي بس مع حاجات معينة كده. والمش بقى. عارفه بقى المش بقى اللي هو مع الفطير المشلتت وعسل بقى وقشطه وده موضوع تاني. المش مختلف عن الجبنه القديمه مش كده؟ هو جبنه قديمه بس بيبقى يعني ما اعرفش بقى. لا بصي اصل انا مش خبير يعني. أيوه. بس واضح انك بتحب كل الانواع. لا لا ليه، انا في انواع والله ما اعرفش اسميها اصلا. ايوه في انواع. في انواع بتبقى حاجات غريبه جدا بره مصر. اساسا بتبقى مستورده او حتى مصنعه في مصر. أيوة بس ممكن تكون مختلفه شويه، بتبقى بقى ميكسات كده حاجات مع بعض بقى، فممكن يكون ليها اسامي مختلفه. لكن ده اللي انا عارفه وده اللي انا بحبه. حلو.